بهاد النتيجه ديال اليوم، لان لعبنا مع وصيف ديال البطل ولا بطل افريقيا، فريق كبير اللي كيحتوي على لاعبين متمرسين. مي اليوم كنبغي نهنئ اللاعبين ديالي على الاداء ديالهم، لان بكل صراحه ما كانش عندنا الوقت بزاف فين نحضروا في هذه المقابله، لان كان واحد التغيير ديال الطريقه ديال اللعب ديالنا. اليوم نهجنا واحد الاسلوب ديال 3 4 3 اللي بكل صراحه اللاعبين ديالي كانوا في المستوى. كنا في الشوط الاول اطار مرتدات كنا نقدروا نحسموا المقابله وكنا نسجلوا. كنظن الشوط الثاني كان شويه صعيب علينا، لان الفريق الخصم رغم جميع الاوراق ديالو حاول انه ما امكن انه باش يضغطنا وباش يسجل علينا الهدف، ولكن الحمد لله بفضل ديال الجروب، بفضل ديال لورغانيزاسيون اللي كانت عندنا ديفونسيف، الحمد لله خرجنا بنقطه. وكنظن ان فريق الخصم ما شكلش عندنا واحد الخطر كبير في الطريقه ديال 98 دقيقه. صراحه الاهداف ديالنا اللي صدرنا في الشطر الثاني من البطوله هو اننا نحاول نديروا احسن من الشطر الاول. اذا كنا في لي فازالي كنا انهزمنا في الميدان ديالنا ضد النهضه البركانيه 3-1. اليوم الحمد لله وكيف كنت مورا المقابله ان نحن فريق شاب اللي كيتطور مقابل على مقابله. اليوم بين اننا خدينا واحد التجربه من خلال المرحله ديال الاياب. بعد غدا كتنتظرنا مقابله اللي صعيبه ضد فريق الرجاء البيضاوي، ما عندناش الوقت بزاف فين 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 نحضروا لها، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاولوا اننا نسافوريو هاد لو بوان ديال اليوم ونريكيبيريو، لان ما عندناش الوقت بزاف ان شاء الله الرحمن الرحيم، ويكون عندنا واحد شويه ديال التفكير في المقابله ديال الرجاء. تراكم المقابلات هو شيء اللي ماشي صحي، لان كنلعبوا تقريبا كل 48 ساعه، ولكن هذه معطيات لا بد من اللاعبين ولا المدربين اننا نتاقلموا مع هذه المعطيات. البرمجه هي هكا، كنحاولوا ما امكن اننا كيف شفتوا في ثلاثه المقابلات الاخرانيين حنا كانت عندنا عمليه تدوير باش كنحاولوا اننا نديروا لا ريكيبيراسيون، لان كيف قلتي اللي مهم هو السلامه ديال اللاعبين. ولكن غدا الا بغينا نلعبوا في اعلى المستوى لا بد ان اللاعب المغربي انه يستانس بهذوك المقابله كل يومين ولا ثلاث ايام، لان شفنا في مثلا في لي فازالي كنا كنلعبوا مقابله وكنتسناو 15 يوم، اذا كان كينقصنا حنا كنقولوا خصنا المقابلات. اذا الحمد لله اليوم كاين تراكم المقابلات خاصنا نستافدوا منها ونحاولوا باش نطوروا من المستوى العام في البطوله. انا فريق توغي فريق شاب، اذا خدينا واحد شويه تجربه في لي فازالي، حتى انا عبد ربي هذه هي السنه الاولى ليا في القسم الوطني الاول، حتى حنا كنتعلموا كناخذوا التجربه. اللي كنت كنقول دائما هو اننا كنحاولوا ان نطوروا المستوى ديالنا من مقابله من بعد مقابله، واللي حنا هذا الشيء اللي شفناه اليوم، لان تبارك الله يعني هضرت على قبيله المهاجم الزبيري 2005، ولكن كاينين تسعود ديال اللاعبين من مواليد 2002 2003، وهذا الحمد لله هذا ربح كبير للكره المغربيه والفريق التركي. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.